الرئيس السيسي يفتتح المدينة الصناعية الغذائية بمدينة السادات بالمنوفية وعددا من المشروعات التنموية بمدن الدلتا. الرئيس السيسي يؤكد أن استمرار معدلات الزيادة السكانية سيلتهم أي إنجازات تتحقق. في ختام فعالياته، المؤتمر العالمي لدور وهيئات الإفتاء يدعو إلى الحفاظ على مقدرات الدول وأمنها القومي. الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، الثانية بتوقيت غرينتش، موعد بانوراما إخبارية تأتيكم من النيل. مرحبا بكم. قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن أعداد الأطفال التي تعاني من أمراض الأنيميا والتقزم والسمنة مرتفعة. جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس السيسي المدينة الصناعية الغذائية سايلو فودز بمدينة السادات بمحافظة المنوفية. لما تشوف الرقم اللي قدامك اللي 3.4 من 10 مليون طالب سمنة زيادة، ده معناهم هل في رعاية سواء كان في المدرسة؟ وده أمر ما إن ما كناش هنعترف بيه مع نفسنا ونقوله من غير حرج، لأن ده مش يعني ده مش مرتبط بإن أنا توجيه لوم أو قدح لا للحكومة ولا لوزير التربية والتعليم ولا الحاجة. ده عدد كبير قوي، إن بقى عندي 4 مليون طالب تقريبا، عشان العدد ما ينساهوش، يعني اللي هو عنده سمنة زيادة. طب ده معناه يعني بيعمل رياضة؟ ولما نيجي نتكلم نقول مثلا يا جماعه في المصانع انتبهوا للناس ومحدش وزنه يزيد وكلام من هذا القبيل، يعتقدوا ان احنا يعني بنهدف من ده الى ان احنا نحرج نفسنا. لا، ده موضوع انتم لازم يكون في ثقافه الناس ان هم يبقوا دايما عندهم مراقبه حقيقيه لوزن اولادهم ومدى الكفاءه الصحيه اللي بتبقى مرتبطه بان هو نظام غذائي ونظام صحي. غذائي جيد يعني بياكل اكل صحي ليه، ونظام صحي ان هو بيلعب رياضه وبيمارس انشطه رياضيه مناسبه طبقا للهوايات بتاعه الطالب لو امكن. نرجع تاني، يا ترى احنا بقى محتاجين نجيب عدد كبير ولا نجيب عدد نقدر نتابعه ونراعيه؟ كما أشار الرئيس السيسي إلى أن التداعيات السلبية للزيادة السكانية تمتد إلى العديد من مناحي الحياة، حيث تعتبر الزيادة السكانية سببا رئيسيا في ارتفاع الأسعار وكذلك تعديات على الأراضي. بتكلم في النقطة بتاعت تحديد وتنظيم الإنجاب في مصر، إن هو ده في ده هذا الأمر بيسمع في موضوعات كثيرة جدا جدا، ويعتبر تحدي في موضوعات كثيرة جدا جدا. برضو أنا جاي في الطريق، ما أنا شايف إن التعدي على الأراضي الزراعية، طب هو ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن نمو سكاني زيادة، وبالتالي في طلب على السكن، ومع ثقافة أهلنا في الريف عايزين ولادهم معاهم، وده مش غلط ولا حاجة، ولكن بيضطر إن هو لا يبني له دور فوق، يا اما ياخد حاجه من الارض بتاعته عشان يعيش معاه. ارجع تاني، يا ترى احنا محتاجين نستمر بالنمو السكاني ده بالطريقه ديت ولا لا؟ ده صدقوني في منتهى الخطوره. يعني لما نيجي نقول ان احنا من 2010 او 11 للنهارده ما يقرب من 20 مليون انسان زادوا. طب ما ال 20 مليون زاد دول ما حدش بيقول طب يا ترى الأسعار بتبقى غالية ليه؟ طب ما لازم الأسعار تزيد لأن حجم الطلب بيزيد. أوضح الرئيس السيسي أن الموجة الحارة كان لها تأثير سلبي على الإنتاج الزراعي، ولذلك يأتي دور الدولة في تطوير مصانع المنتجات الغذائية لإحداث توازن في أسعار السوق أثناء تلك الأزمات. في ظل درجات الحرارة المرتفعة اللي حصلت ديت وتأثيرها على الإنتاج الزراعي وتأثيرها على الفاكهة والخضار، بنحاول ما أمكن إن نخلي الأسعار متوازنة. ويمكن
الدكتور علي ما تطرقش للنقطه ديت بتوسع. يعني الهدف من ان احنا نبقى في تطوير كبير لمصانع جديده لادفينا واها، ان احنا يبقى عندنا منتج يقدر يكافئ يلبي منتج محترم غذائي من الخضروات والفواكه في وقت الازمات ديت، يبقى يعمل التوازن في اسعار السوق. كما شدد الرئيس السيسي على ضرورة قيام المواطنين بتلقي اللقاح الخاص بكوفيد 19 خاصة قبل بدء العام الدراسي الجديد. وزارة الصحة شغالة في عملية التطعيم، وأرجو إن ده أمر نكثف جهودنا فيه قبل العام الدراسي القادم. قبل العام الدراسي القادم مهم أوي إن احنا العاملين في القطاع التعليم ما قبل الجامعي والجامعي نكون يعني أعضاء التدريس والعاملين اللي موجودين في المدارس والجامعات نكون طعمناهم بالكامل، حتى نكون مستعدين لاستقبال العام الدراسي بشكل أكثر قدرة في مواجهة هذه الجائحة. وإحنا عاملين حسابنا إن إحنا على نهاية هذا العام نكون يعني طعمنا نسبة كبيرة جدا جدا من الشعب المصري، وإحنا مستمرين في هذا الأمر. بخطوات متسارعة تسابق بها الزمن تمضي الدولة على درب التنمية المستدامة وبناء الإنسان المصري، وفي إطار تعزيز القدرات التصنيعية وتأمين الاحتياجات الغذائية للمواطن المصري وتوفير المزيد من فرص العمل، شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح المرحلة الأولى من المدينة الصناعية الغذائية سايلو فودز بمدينة السادات بمحافظة المنوفية بمساحة تبلغ 135 فدانا، بإنتاج مكونات وجبة غذائية لطلبة المدارس بقيمة غذائية عالية من أجل إعداد أجيال قادمة تتمتع بحالة صحية جيدة، إضافة إلى بعض المنتجات الغذائية الأخرى لطرحها بالسوق المحلي والإقليمي، وتحقيقا لمبدأ الوصول إلى الاكتفاء الذاتي النسبي من متطلبات تأمين السلع الغذائية. واليوم تشرف شركة سايلو فودز بافتتاح سيادتكم للمرحلة الأولى كالتالي: صوامع القمح بإجمالي 14 صومعة بطاقة تخزينية 280 ألف طن سنوياً، مطحن القمح بإجمالي 2 خط بطاقة 234 ألف طن سنوياً، مصنع البسكويت بإجمالي 5 خطوط لإنتاج البسكويت بأنواعه بطاقة 68 ألف طن سنوياً، منهم 2 خط لإنتاج بسكويت الويفر بطاقة 25 ألف طن سنوياً، 2 خط الإنتاج بسكويت بالعجوة بطاقة 34 ألف طن سنوياً، وخط الإنتاج البسكويت السادة بطاقة 9000 طن سنوياً، مصنع المكرونة بإجمالي 5 خطوط لإنتاج المكرونة والنودلز بطاقة 151 ألف طن سنوياً، منهم 4 خطوط لإنتاج المكرونة القصيرة والطويلة بطاقة 147 ألف طن سنوياً. وزير التموين والتجارة الداخلية أكد أن المدينة الصناعية الغذائية تعد صرحاً عظيماً وإضافة حقيقية لقدرات الدولة في الصناعات الغذائية. هذا المشروع يعتبر نموذج صناعي متكامل يحتذى به، وخاصة من مفهوم سلاسل الإمداد، وهو أحدث مفهوم لرفع الكفاءة، ثم كذلك توفير الوجبة غذائية صحية متنوعة ومؤمنة لطلبة المدارس. وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أوضح أن افتتاح المدينة الصناعية الغذائية سيسهم في إعداد أجيال من الطلاب الأصحاء من خلال دعم خطط الوزارة لتوفير التغذية المدرسية الجيدة لنحو 13 مليون طالب، ويقلل من الاعتماد على المنظومة الصحية للدولة. التغذية المدرسية في المدارس المصرية ده برنامج بقاله عدد من السنوات بتقدمه الوزارة بهدف توفير تغذية مدرسية صحية للمساهمة طبعا بجانب الأنشطة الرياضية في إعداد جيل من الأصحاء، لأنهم ده يساعدهم على التعلم وعلى العمل وعلى بناء حياة منتجة لسنوات قادمة، ويقلل التكلفة على المنظومة الصحية من الأمراض اللي بيعاني منها الأجيال اللي سبقتهم. في أطفال عندهم أنيميا وسمنة، ودول في حدود 4%، وفي عندهم أنيميا وسمنة وتقزم، ودول في حدود 0.5%. لما بنقول 1%، 0.5%، 4%، ده بيترجم عشرات الألاف ويمكن ملايين من الشباب أو الأطفال الصغيرين اللي هيكبروا ويبقى عندهم معاناة، مش بس معاناة نفسية،
كمان معاناة صحية. وحث الرئيس عبد الفتاح السيسي المصريين خلال كلمته على ضرورة مراقبة النظام الصحي والغذائي لأولادهم ورعايتهم، والحرص على ممارستهم للأنشطة الرياضية حفاظا على صحتهم. لازم يكون في ثقافة الناس ان هم يبقوا دايما عندهم مراقبة حقيقية لوزن أولادهم ومدى الكفاءة الصحية اللي بتبقى مرتبطة بان هو نظام غذائي ونظام صحي. كما أشار الرئيس السيسي إلى أن هذا المشروع يستهدف إنتاج وجبات غذائية مدرسية متنوعة طبقا لأعلى المعايير. كما دعا الرئيس إلى إطلاق مبادرة للكشف على المقبلات على الزواج والراغبات في الإنجاب للتأكد من اكتمال كافة العناصر الغذائية اللازمة لديهن لبناء أجيال أصحاء. يا ترى التوعية الصحية في التلفزيون وفي الإعلام عندنا بيعرف إن 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 بنتنا اللي عايزة تنجب المفروض ان هي تبتدي تجهز نفسها لهذا الموضوع بان هي تراجع نفسها صحيا وتبتدي تشوف العناصر الغذائية اللي موجودة اللي محتاجة ان هي تكملها في جسمها عشان هي هتبقى لمدة 9 شهور بتقوم بتغذية الطفل. الطفل ده هيبقى إنسان بعد كده. وقد أجرى الرئيس السيسي جولة تفقدية بالمدينة الصناعية الغذائية، استمع خلالها لشرح مفصل عن طرق وأساليب عمل خطوط الإنتاج بمصانع المنتجات الغذائية المختلفة بها، بداية من دخول وتجهيز الأقماح إلى هذه الخطوط، مرورا بعمليات التصنيع والإنتاج، وانتهاء بالتعبئة والتجهيز لضخ المنتجات للسوق المحلية. قيل قديما من امتلك قوته امتلك قراره، وفي هذا الإطار وضمن تحقيق رؤية الدولة للتنمية المستدامة يأتي افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذا الصرح الصناعي الجديد الذي يمثل قيمة مضافة لقطاع الصناعات الغذائية، يلبي احتياجات السوق المحلية ويوفر المئات من فرص العمل ويسهم في ضخ مزيد من العملة الصعبة إلى شرايين الاقتصاد المصري. من المدينة الصناعية الغذائية سايلو بمدينة السادات، علاء رشوان، النيل. ومتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور عمرو صالح، أستاذ الاقتصاد السياسي ومستشار البنك الدولي سابقا. برحب بحضرتك دكتور عمرو. أهلا بي، مساء الخير عليك. مساء الخير. دكتور عمرو، بداية، أهمية إقامة مثل هذه المدن الصناعية المتخصصة كمدينة الصناعية سايلو فودز بمحافظة المنوفية. هي طبعا هي أول مدينة غذائية زي ما قلتوا وزي ما شفنا وزي ما سمعنا وشفنا البنية التحتية. وانا خليني الاول ما اتكلم على المدينة اتكلم على نقطة مهمة، وهي ان الكثير لا يعني يتيقن معنى اقامة بنية تحتية كبيرة وانفاق على بنية تحتية كبيرة، لان كل الدول، ودي الحقيقة نقطة مهمة، كل الدول اللي تقدمت خلال 30-40 سنة الماضية وحققت قفزات في الاستثمارات، الاستثمارات الخاصة بالتحديد، كانت بسبب بنية تحتية الحكومة حطتها، سواء كان طرق، سواء كان نقل، سواء كان كباري، سواء كان وسائل إنتاج، عشان تساعد القطاع الخاص على أنه هو يجي، لأن القطاع الخاص مش هيجي في أي مكان إلا لو في بنية تحتية وبنية تحتية متميزة. فيمكن المدينة دي لها أهميتها في أنها بتسد كبير من القطاع الغذائي وباعتبارها مدينة حديثة، لكن الحقيقة برضو المكان very smart زي ما بيقولوا، أو يعني خطة الإنشاء أو خريطة الإنشاء هذه المدينة فيها نوع من الذكاء، لأنها جنب في محافظة سادات، جنب محافظة المنوفية، أو في محافظة المنوفية معمولة على 135 فدان، المساحة الأولى اللي اتعملت فيها 102 فدان، مساحة عملاقة طبعا، فيها مجمع في 10 مصانع، إجمالي الإنتاج 407,000 طن سنويا. فده طبعا إنتاج كبير جدا، مش بس هيساعد على سد الفجوة الغذائية ويدخلنا في عصر إنتاج الغذاء أو البروسيسنج، لكن أيضا هيساعد على التصدير، وإحنا محتاجين النهاردة عملة صعبة ومحتاجين قطاع خاص ومنتجات صناعية. النهاردة الغذاء ما بقاش فقط غذاء تقليدي من الأرض الصناعية من الزراعية، لا، بقى النهاردة صناعة واشتراطات صناعية واشتراطات غذائية وإنتاج ومصانع وآيزو. فكل ده الحقيقة محتاج
بنيه تحتيه متطوره علشان نقدر ننافس. والا لو تفتكري هنرجع لسنوات ورا، كان بعض المنتجات الزراعيه بتاعتنا لما كانت بتيجي تدخل اسواق اوروبا او حتى اسواق الدول العربيه كانت بتواجه بعض المشاكل نتيجه انها مش مطابقه للاشتراطات الدوليه. النهارده اقامه هذه المدينه الحديثه، انا بقول حديثه لان النهارده الزراعه بقت صناعه، ما بقتش فقط ارض زراعيه بزرعها بطريقه تقليديه زي من 50 سنه او 100 سنه، لا النهارده بقت عباره عن صناعه وبروسيسنج، وفي ناس متخصصين يقومون على هذا القطاع اللي هو قطاع حيوي. وزي ما شفنا الصين يمكن في سنوات قليله جدا قدرت انها تتحول من دوله زراعيه الى دوله زراعيه صناعيه. يعني الزراعه عندها بقت صناعه اكثر ما منها زراعه، وشفنا المنتجات المعدله وراثيا الصينيه اللي غزت الاسواق حتى قبل، يعني بتوع الزراعه يقول لك حتى قبل موعد الحصاد التقليدي للمنتجات الزراعيه. فالنهارده الغذاء اصبح صناعه اكثر منه اي شيء، وعشان كده احنا بندخل النهارده بهذه المدينه عصر جديد من الصناعات الغذائيه. نعم دكتور عمرو، تحدثت حضرتك في معرض كلامك عن ان بعض المنتجات المصريه لم تكن تقبل في الاسواق الاوروبيه والعربيه لعدم مطابقتها للشروط والمواصفات. منتجاتنا مصانع مدينه السادات كانت دائما مقبوله ومنتشره في الاسواق العالميه، برايك الاسباب التي كانت تؤدي الى تفوق منتجات مدينه السادات عن غيرها من المدن الصناعيه المصرية؟ صح، حضرتك قلتي مدينة صناعية، ما قلتيش مدينة زراعية أو ما قلتيش مناطق زراعية، وحضرتك جاوبتي على السؤال ضمنيا، ما قلتيش مزارع، ما قلتيش منطقة زراعية، ما قلتيش مزارع، قلتي مدينة صناعية. فالنهاردة الصناعة زي ما أنا بقول، إحنا كنا زمان يعني أديكي مثال، كان بعض المصانع كانت بتفشل في تصدير بعض المنتجات الزراعية نتيجة على سبيل المثال، رغم ان الارض جيده جدا والصناعه جيده والمصانع جيده، على سبيل المثال السيارات او سيارات النقل او اسطول النقل ما كانش بيستخدم اليورو انجن على سبيل المثال، فتيجي تصدر لاوروبا يقول لك لا ده السيارات او اسطول النقل بتاع المصنع بيستخدم سيارات نقل قديمه او مواتير قديمه ذات انبعاثات ضاره على البيئه وبالتالي قد تضر بالمنتج الزراعي. فالنهارده اصبحت منظومه، انا بقول المثال ده عشان اشرح ان اصبحت منظومه متكامله ومتطوره وبتتطور كل سنوات قليله او كل اشهر حتى قليله، بندخل في مجال الانتاج الانظف والاقتصاد الاخضر والبايوتكنولوجي، كل هذه الاشتراطات والرؤيه والصناعه اللي بتتطور محتاج ان احنا ننتقل من عصر المزارع التقليديه او الزراعات التقليديه الى الزراعات او الصناعات الغذائيه المعتمدة على المدن الصناعية المتكاملة. عشان كده ارجع لسؤال حضرتك، مدينة السادات طول عمرها الحقيقة ليها يعني صفة او ليها سمة من زمان نتيجة هذه المصانع اللي النهاردة اصبحت قلعة صناعية، واللي خلي بالك لو ما كانش تدعم، يعني حتى لو كان عندنا صناعات بقى لها 40 50 سنة، تفتكري مثلا قها او تفتكري كل هذه الصناعات القديمة التي لم تستمر نتيجة عدم تطوير مش الزراعة، عدم تطوير الصناعة أو الصناعات الغذائية. فالنهاردة المدينة دي بتساعد على السستينابيليتي أو الاستدامة زي ما أنت قلتوا للقطاع الصناعات الغذائية في مصر، اللي مش فقط هيسد الحاجة المحلية لكن هيساعد كمان على التصدير، طبعا ده مصدر عملة صعبة مهم جدا في ظل العلاقات الطيبة جدا اللي مصر موجودة معاها مع الدول العربية، السوق العربي والخليجي والأسواق الأفريقية، والبنتريشن أو ماركت بنتريشن أو القدرة على النفاذ للأسواق اللي مصر قدرت تعملها مع دول الاتحاد الأوروبي خلال السنوات الماضية. نعم دكتور عمرو، يعني حضرتك أثناء حديث حضرتك ورد مصطلح very smart كان بخصوص مثل هذه المدينة ومصانع إنتاج الأغذية بهذه المدينة، ما الذي يميز مثل هذه النوعية من الصناعة عن غيرها أو الصناعات القديمة التي كانت تعمل أيضا في المجال الصناعات الغذائية؟ هو فعلا احنا ابتدينا ندخل عصر السمارت، يعني حتى يمكن المدن بتاعتنا هتبتدي تبقى مدن ذكيه، العاصمه الاداريه الجديده او تطبيق التكنولوجيا الحديثه والشؤون المالي والاكممه في القطاع المصرفي، ابتدينا ندخل في عصر التكنولوجي الهاي تكنولوجي او السمارت تكنولوجي او الارتفيشال انتليجنس، طبعا دي مرحله ثانيه. فبنتجه والحقيقه يمكن في نقله نوعيه، ولازم نشير الى هذا الكلام، ان النهارده في نقله نوعيه
في تطبيق التكنولوجي في المدن المصرية، سواء كانت مدن سكنية أو مدن صناعية. فأنا قلت سمارت نظرا للتكنولوجي المستخدمة أو الإمكانيات التكنولوجية اللي موجودة في هذه المناطق، وسمارت كمان بالنسبة للتخطيط، عبقرية المكان، مدينة استداد قريبة من محافظة المنوفية، أراضي زراعية، مناطق زراعية فيها إنتاج زراعي، فيها عمالة هتقدر انها تنقل جزء من الطاقة البشرية والتكدس في الريف إلى الصحراء أو المدن الصناعية. وأنا بضرب عصفورين بحجر، أولا بعزز استخدام الأراضي الزراعية وبجد لها منفذ صناعي وليس فقط منفذ زراعي، وفي نفس الوقت بقدر أن أعيد توطين هذه المدن الصناعية اللي موجودة في الصحراء زي مدينة السادات علشان أخفف الحمل على الأرض الزراعية أو الدلتا القديمة. فأنا عشان كده بقول سمارت من ناحيتين، سمارت من ناحية التخطيط والرؤية، وسمارت طبعا من ناحية التنفيذ والإمكانيات الصناعية والتكنولوجية اللي موجودة في هذه المناطق أو في هذه المصانع. نعم، أشكرك دكتور عمرو صالح، أستاذ الاقتصاد السياسي ومستشار البنك الدولي سابقا، على هذه المداخلة. ومتابعة أيضا ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ وليد طغان، رئيس تحرير مجلة صباح الخير. برحب بحضرتك أستاذ وليد. أهلا أستاذ وليد، كيف تثمن اهتمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير مصانع الأغذية لإحداث قدر من التوازن في الأسعار أثناء الأزمات في الأسواق؟ هو طبعا الاهتمام الرئاسي على محاور مختلفة في إطار خطة التنمية الشاملة وتنمية مستدامة. يعني إيه تنمية مستدامة؟ يعني عمل وفق خطة أو رؤية متناغمة مع كل المحاور في الطريق ل نتيجة في المستقبل، في إطار طبعا الخطة مصر 2030، وفي إطار نهضة بدأتها الدولة خلال السنوات اللي فاتت على كل المستويات، المسألة التغذية والتغذية المدرسية بالذات، أو تغذية أو صناعة الأغذية، بإحداث توازن بين الجودة وبين السعر في السوق المصري. هذا من أهم القطاعات الذي كان يعني مفتقد فيه العمل. بدأت الدولة الخطة، طبعا الافتتاح النهاردة في إطار هذه الخطة، المعنى الأول هو جودة الأغذية في السوق، المعنى الثاني الحفاظ، ونقطة مهمة اللي أشار إليها سيادة الرئيس هي مسألة التغذية المدرسية، إعداد جيل وفق الأرقام والمؤشرات اللي تم استعراضها النهاردة بتشير إلى شيء من الخلل في منظومة الغذاء عند الأطفال، منظومة بينتج عنه سوء التغذية، الطفل بياكل إيه، بياكل ولا وخلاص ولا المفروض ياكل إيه، كل هذا في إطار إعداد جيل يعني قادر على تحمل المسؤولية في المستقبل. الغذاء زي هو مهم، زيه زي بالضبط التنمية على قطاعات مختلفة، الاهتمام بالبشر والاهتمام بالحجر، يعني الاهتمام بالبشر والحجر هي أساس التنمية اللي بتدور حواليها محاور اهتمامات الدولة. نعم أستاذ وليد، هناك العديد من الرسائل التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح المدينة الصناعية الغذائية سايل فودز بمحافظة المنوفية، أهم هذه الرسائل من خلال مداخلات السيد الرئيس من وجهة نظرك؟ أتصور إنها الرسائل للأسرة المصرية، الرسائل للأسرة المصرية في أكثر من جانب. أولا هو احنا عاوزين نخلف وخلاص، ولا عاوزين ننتج افراد اصحاء بيضيفوا الى المجتمع؟ المفترض طبعا ان هي الاجابة الثانية، انتاج جيل صحي او صحيح لتحمل المسؤولية وقيادة هذا الوطن في المستقبل. الشيء الثاني هو كيفية انشاء هذا الجيل، يعني ايه التربية؟ التربية يعني مجموعة من العوامل المفترض تقوم بها الاسرة اللي هي نواة المجتمع انشاء او اخراج هذا الجيل متوافق مع سوق العمل، متوافق مع الانتماء الوطني، متوافق مع فكرة الانتماء للتراب، متوافق مع فكرة القيمة المضافة اللي لازم يقدمها الجيل بالمعيار الاقتصادي، مش القيمة المضافة. القيمة المضافة هي القيمة التي يوجهها او التي تسعى الدولة للوصول اليها بمشاركة مجتمعية. الجيل الجديد ده اللي هيشارك في مصر المستقبل. الشيء المهم الاخر هو مسألة فكرة التوعية أو الوعي، فكرة الوعي ده فكرة عامة، والتوعية في مسألة الجواز والإنجاب.
المبادره اللي اتكلم عليها سياده الرئيس النهارده هي توعيه الراغبات في الانجاب ب يعني ايه انجاب؟ يعني مساعدتهم اولا لو في مشاكل في الانجاب ابتداء، ثم مزيد من التوعيه بمفهوم الزواج ومفهوم الانجاب ومفهوم المسؤوليه عن انشاء طفل. هذه الامور انشاء طفل دي مش مسؤوليه بيولوجيه بس، يعني مش الطفل اتربى وكل واتغدى ونام، المسؤوليه هي مسؤوليه نفسيه، مسؤوليه دعم اجتماعي. احنا النهارده الام لما بتربي طفل هي بتدعم مجتمعها قبل ما بتدعم اسرتها قبل ما بتدعم هذا الطفل. في اطار هذا وجه السيد الرئيس مجموعه من الرسائل، منها الحفاظ على البنيان، شكل البنيان. نعم. 3.4 سنة، وده رقم من الطلاب المدارس، وده رقم يعني مش مؤشر مش مظبوط. في 1.2 عندهم تقزم، وده نتيجة سوء التغذية. الحقيقة الدولة بتدعم في هذا الاتجاه. مسألة الوجبة المدرسية اللي الرئيس اتكلم عنها النهاردة ده شيء أساسي لدعم بنيان الجيل الجديد، لكن في المقابل أتصور أن هناك مسؤولية، تظل هناك مسؤولية مجتمعية اللي هي يعني دور المواطن المصري أو دور الأسرة المصرية في التناغم والتوازن مع ما تقدمه الدولة من إجراءات في هذا الإطار. نعم، أنا بشكر حضرتك الأستاذ وليد طغان رئيس تحرير مجلة صباح الخير على هذه المداخلة. وللمتابعة أيضا بينضم إلينا الدكتور محمد هلال مؤسس جمعية مستثمري مدينة السادات. برحب بحضرتك يا فندم. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بحضرتك وشكرا على المداخلة فندم. دكتور محمد، يعني مدينة السادات هي مدينة صناعية بامتياز، لها الكثير من المواصفات، ولكن دعنا نتحدث عن مدينة سايلو فودز كمدينة متخصصة، مدينة صناعية غذائية متخصصة. أهمية مثل هذه المدن ذات الطبيعة المتخصصة والقيمة التي ستضيفها لمدينة السادات كمدينة صناعية. مدينة السادات للي ما عندوش معلومات عنها هي يعني تاني مدينة من الجيل الأول بعد العاشر من رمضان. واللي كانت فكرة الشهيد الرئيس محمد أنور السادات، والمدينة شهدت يعني بعد استشهاد الرئيس السادات شهدت تباطؤ كبير، وبعدين في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي المدينة ابتدت يعني تشهد صحوة كبيرة قوي. مدينة السادات هي مش مدينة صناعية فقط يا فندم، هي مدينة صناعية وزراعية ومدينة سكنية، وهي مصنفة ضمن أفضل 10 مدن هنقول صحية في العالم، وده تصنيف يعني تصنيف الأمم المتحدة مش تصنيف مصر. يعني النهاردة بيضاف لمصانع مدينة السادات اللي فيها صحوة صناعية كبيرة جدا، فيها العديد من المجمعات الصناعية، مجمع صناعي غذائي اللي هو مجمع سايلو فود. هو يعني تم إقامته طبقا لأرقى وأحدث معايير الصناعات الغذائية. المجمع على مساحة 565,000 متر مربع، تم افتتاح اليوم المرحلة الأولى منه حوالي 430,000 متر مربع. المساحة المبنية 215,000 متر مربع تقريبا. هو مجمع بيدي رسالة كبيرة جدا للعالم، شوفوا مصر، شوفوا الجمهورية الجديدة، شوفوا الفكر، شوفوا النظرة الثاقبة بتفكر ازاي. الموقع اولا هو موقع عبقري جدا، لان مدينة السادات هي متوسط معظم مدن الجمهورية، ونشكر طبعا القوات المسلحة والقيادة السياسية على شبكة الطرق العبقرية الجديدة. المدينة ديت المفروض يعني زي ما قلت هي فيها مصنع لإنتاج البسكويت ومصنع للمكرونة ومصنع للكرتون والعبوات، وفي المرحلة الثانية اللي هتتم افتتاحها بإذن الله في ذكرى سيناء كمان 4 تقريبا، هتكون استكملت المرحلة الثانية، 4 كمان بينتجوا العديد من الصناعات الغذائية. المدينة بيخدمها أسطول نقل كبير جدا بيقدر يوصل جميع منتجاتها لجميع مدن القاهرة.
جميع مدن مصر يعني. المدينة فيها مطحن بيقدر يطحن 800 طن دقيق في اليوم الواحد، والبسكويت الإنتاج اليومي اللي هي هتبقى الوجبة المدرسية ل 13 مليون من ولادنا وبناتنا في المدارس بيقدر ينتج 250,000 طن يوميا. نعم. وهو ملحق بيه في المصنع كل التجهيزات علشان تبقى يعني مجمع صناعي متكامل في المدينة الصناعية سايلو فود. نعم. دكتور محمد، يعني تحدثت حضرتك عن فكرة نقاء جو مدينة السادات بمحافظة المنوفية واعتبارها من قبل العالم بأنها مدينة من أنقى أجواء 10 مدن في العالم. فكرة وجود مدينة صناعية بمواصفات تراعي الشروط البيئية والحفاظ على الشروط البيئية، أهم المواصفات التي تتميز بها المصانع المقامة في مدينة السادات حتى تحافظ على هذه الوضعية البيئية. يعني برغم أن مدينة السادات هي مدينة صناعية كبيرة جدا، يعني برضو فيها العديد من مصانع الصن والسيراميك والبورسلين والمصانع الملابس الجاهزة والغزل والنسيج، إلا أن المعايير البيئية والحفاظ على الانبعاثات والإقلال من الملوثات، مدينة السادات بتمتاز ببنية تحتية كبيرة جدا. برضو للمعلومات، هي كان مخطط انها تبقى عاصمة مصر. نعم. عشان كده التخطيط بتاعها المدينة السكنية موجودة في مكان والمدينة الصناعية موجودة في مكان منفصل تماما. يعني الريح بيدخل قبل جهة البحرية على المدينة السكنية وبعدين بيدخل على المدينة الصناعية. ولكن يعني من حتى اليوم من فضل الله احنا بنحاول بقدر الامكان وبجهود كبيرة ان احنا نحافظ على الانبعاثات الى اقل نسبة ممكنة في المصانع الموجودة في المدينة، اللي بيتعدى مصانعها اكثر من 2200 مصنع حتى الان، واللي هتشهد في خلال السنتين اللي جايين طفرة غير مسبوقة، هتبقى اكبر مدينة صناعية في مصر باذن الله. نعم. دكتور محمد هلال، مؤسس جمعية مستثمري مدينة السادات، شكرا جزيلا على هذه المداخلة.
قال مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام إن المؤتمر العالمي لدور الإفتاء أطلق مبادرات للتحول الرقمي بمؤسسات الإفتاء. جاء ذلك خلال البيان الذي تلاه في ختام فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر العالمي للإفتاء الذي تنظمه دار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. وعرض المؤتمر في جلساته وأبحاثه ونقاشاته وورش عمله قضية التحول الرقمي في المؤسسات الإفتائية وأهميته، مناقشا ومحللا قضايا إدخال المؤسسات الإفتائية في العصر الرقمي وتحديات تطبيق الرقمنة فيها وكيفية الاستفادة بالتقنيات الحديثة في إقامة جسور التعاون بين هذه المؤسسات، خاصة في سباق استخدام الاجتهاد الجماعي ووضع طرائق وآليات للفتوى الجماعية بجميع صورها الوطنية والعالمية، وبيان مدى استخدام المؤسسات الإفتائية للتطور الرقمي في عبور الأزمات ومواجهة الجوائح مثل جائحة كورونا وتفعيل الإفتاء الجماعي في التعامل مع هذه الأزمة. كما كشف مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام عن مشروع مركز سلام لدراسات التطرف والذي يهدف إلى تحقيق شمولية مواجهة التطرف والإرهاب عبر تناول الأبعاد الدينية والإنسانية والاجتماعية. وضع تصور لبرنامج سلام الأكاديمي، وهو أول برنامج أكاديمي من نوعه في العالم، يتيح المعرفة الأكاديمية بتاريخ الجماعات المتطرفة وسيكولوجيا وسيسيولوجيا التطرف وأهم مصادره، ومصفوفة المغالطات الفكرية التي تستند إليها التنظيمات الإرهابية المتطرفة، والتعرف على منهجيات البحث الحديثة في دراسات التطرف وأبرز الاستراتيجيات الوطنية في مكافحته، وكذلك الإعداد لإنشاء الذاكرة الرصدية والمكتبة الإلكترونية لدراسات التطرف، وهي ذاكرة متعددة اللغات تضم كافة إصدارات التنظيمات التكفيرية والإرهابية المرئية والمقروءة والسمعية، وكذلك كافة الدراسات والكتب والأبحاث والتقارير المتعلقة بظاهرة التطرف والإرهاب، مع اتخاذ كافة الإجراءات لعرض محتوى الذاكرة بأحدث طرق العرض التكنولوجية. وقد تم أيضا في هذا السياق الإعداد لعقد مؤتمر دولي في منتصف ديسمبر القادم إن شاء الله تعالى حول التطرف الديني، المنطلقات الفكرية واستراتيجية المواجهة، كل هذا في إطار تفعيل مركز سلام لدراسات التطرف الذي سبق إطلاقه في العام الماضي، وهو مركز يعمل على تحقيق شمولية مواجهة التطرف والإرهاب عبر تناول الأبعاد الدينية والإنسانية والاجتماعية والفكرية في عملية المكافحة، وتقديم توصيات وبرامج عمل لكيفية مواجهة تلك الظاهرة، وصولا إلى اعتبار سلام مرجعية أكاديمية وفكرية عالمية في هذا الشأن. مشاهدينا، والآن حان موعد الوقفة الرياضية في بانوراما النيل، ومباشرة إلى زميلي حسام الدين عاطف. إليك حسام. أشكرك غادة، شكرا جزيلا، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام. تحياتنا لمنتخب مصر لكرة اليد الذي وفي إنجاز تاريخي، منتخب مصر لكرة اليد يصعد إلى قبل نهائي أولمبياد طوكيو بعد الفوز على ألمانيا 31-26. مشاهدينا، دائما ختام بانوراما النيل تذكرة بأبرز العناوين. الرئيس السيسي يفتتح المدينة الصناعية الغذائية بمدينة السادات بالمنوفية وعددا من المشروعات التنموية بمدن الدلتا. الرئيس السيسي يؤكد أن استمرار معدلات الزيادة السكانية سيلتهم أي إنجازات تتحقق. في ختام فعالياته، المؤتمر العالمي لدور وهيئات الإفتاء يدعو إلى الحفاظ على مقدرات الدول وأمنها القومي. وللمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا على الإنترنت nile.eg. شكرا لحسن المتابعة، وإلى اللقاء.